سيارة بتنتمي لعائلة عريقة جدا على مستوى رياضة السيارات، وهي ذاتها هيدي العائلة فينا نعتبرها فتية جدا على مستوى الأوتوموتيف، لأنه شركة ماكلارين ما عمرها كتير، عمرها ما بيتعدى 10 سنوات، بلشت لنا طرازات رياضية جدا ووصلت حاليا لوحدة من أجمل السيارات الـ 600 LT. اليوم رح نركز على نقاط أساسية بالـ 600 LT. بنبلش بالـ LT، واسم الـ LT هو Long Tail، وهو بيكون دائما الاسم اللي بيطلق على فئات المكلارن اللي هي فوكست أكتر للتراك وللقيادة وللسرعة. الـ LT ما تعتبر سيارة Limited Edition، هي Limited Production، يعني الإنتاج محدد إلى حد ما، من شهر كذا شهر كذا المصنع هيصنع هذا العدد من السيارات. المحبين هذه السيارة بدهم يلحقوا يعملوا أوردر على واحدة من هذه السيارات لأنه تقريباً مباعين بالكامل. هلأ النقطة الثانية اللي أنا بدي ركز عليها هي البرفورمانس، أداء هالسيارة. بس حتى نعرف إنه 600 LT عندها محرك V8 3.8 توربو مزدوج، مزبوط، توصل قوة لحوالي 600 حصان، وهي دايما مكلارين بتركز على الأسامي مع قوة الأحصنين. عندنا تورك عزم دوران 620 نيوتن متر، تسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة تقريبا ب 2.9، ومن 0 ل 200 كيلومتر بالساعة ب 8.4 ثواني. السرعة القصوى مثل بقية طرازات المكلارين عم توصل ل 324 كيلومتر بالساعة. خلينا نتكلم شوي. أنا قلت لك اللونج تيل، قلت لك إنه هو التصميم بيكون تركيز أكتر للجريب وللتماسك وللأداء العالي على الحلبة. هنا المكلارين الـ 600 LT متغيرة من برا في أشياء كثيرة، منها الصدام الأمامي مختلف عن الصدام العادي حق الـ 600، الجوانب حقتها مصنوعة وكمان مصممة بطريقة مختلفة. يعني إحنا مثلا شايفين السكيرت الجانبي هذا هذا بينعمل على أساس يكون في منطقة لو بريشر، بس عدى الهواء من هنا صار لو بريشر، بالتالي توجه وصار يعمل الأداء اللي مطلوب منه. طبعا أكيد هنا عندنا مرور الهواء من منطقتين هذولا، واللي هو عملية تبريد المحرك زائد المكابح الخلفية، إضافة هنا كمان المنطقة هذه الخلفية بتعمل لو بريشر، بالتالي بتثبت السيارة أكثر. بنرجع لورا بنشوف الاثنين الإكزوست اللي متغير مكانهم عن الـ 570 العادية، وبنشوف الإكزوست حقه محطوط هنا فوق، إضافة إلى كمان هذا الجناح. واللذيذ في الموضوع هذا الجناح فيه هذه المادة تحافظ على الشكل وتحافظ على اللون مع الحرارة اللي خارجة. كمان إلى الديفيوزر الخلفي مختلف تماما عن المكلارين الـ 570 العادية، بس ما هم غيروا الإكزوست رفعوا فوق، قدروا إن هم يستفيدوا من الخلفية بالكامل ويعملوا أكبر ديفيوزر ممكن إنه يركب على هذه السيارة، بحيث إنه يديها ثبات أكثر وبالتالي يديها أداء أفضل على الحلبة. بتعرف شو عم بلاحظ كتير أنا؟ استخدام كتير مكثف للكربون فايبر، ويمكن هالشي خفف وزن السيارة لحوالي 1350 كيلوغرام. مزبوط، وهذا يعتبر 100 كيلو أخف من المكلارين الـ 570 العادية. خليني بس أقول لك كمان إنه هذه السيارة ارتفاع خلوصها الأرضي كتير قريبة من الأرض، يعني ببعض الأماكن ببعض الطرقات رح يكون في عندك مشاكل. السسبنشن كتير متطور ومن الألومنيوم لخفة وزن أكتر، ولكن عندك زر من جوا كبسة وحدة بتعلي السيارة حوالي 5 سنتي. ممتاز. لجوا؟ لجوا. سحر، تحس الباب بيفتح. وين سر السبايدر؟ يعني 15 ثانية تفتح بالكامل، ووب، في أحلى من كده؟ محبي السيارات الرياضية شو بهمهم غير الشكل؟ الصوت. فينا نسمعه؟ يلا. طرب. كمان في نقطة مستخدمين وملاك مكلارين بالذات في الـ 600 LT فيهم ان هم يستفيدوا بحاجة بعيدة عن باقي المصنعين، وللأسف الشديد المصنعين باقي مهتموا بيها كثير، واللي هو نظام التلمتري. في عندك كاميرا هنا في الوسط بتصورك انت وجالس وبتصور الواجهة الأمامية، كاميرا قدام كمان بتصور لك أسفلت والدايركشن حقك، إضافة إلى كمان كاميرا خلفية فيك انك انت تسجل ورا، وفيك كمان انت تستخدمها كباركينج سنسر أو كباركينج كاميرا. كثير بتكون أوبشن إكسترا هنا في المكلارين الـ 600 جاية فيها ستاندرد. إضافة طبعا كمان عندنا إحنا الـ MSO واللي هو المكلارين سبيشال أوبريشنز. هذه السيارة ما فيها لمسات كثيرة منها، ولكن فيها لمسة أنا بصراحة لفتت نظري جدا، واللي هو الحزام اللي باللون الأحمر اللي ماشي مع البودي. يعني أنت كده طقمت مع السيارة وصرت أنت إيش فعلا نقول لك قطعة واحدة مع السيارة. سلطان، النقطة الأخيرة، شو بتتخيل يكون السعر؟ يعني أكيد فوق الـ 250 ألف دولار مينيمم. سعر هالسيارة العالمية يا سلطان هو 320 ألف دولار، طبعاً دايماً سبايدر بيكون أغلب شوي من الكوبي. صحيح.
من المكلارن 600 LT سبايدر إلى عالم أودي وتجربة فريدة من نوعها بأيرلندا للأودي Q7 مع فرانسوا.